بقالها اقل من دقيقه، وهيبقى في نص الملعب ايدك اليمين نادي المنصوره بالشورت الاسود والفانيلا البرتقالي والشراب البرتقالي ايضا، نادي الزمالك في نص الملعب ايدك الشمال بزيه الابيض المعتاد. سيداتي وسادتي، ننتقل بحضراتكم الآن إلى قصر الحسن محمد. هيلعب الضربة الحرة على الأرض لمحمد صبري، محمد عبد الواحد، وضربة حرة لصالح نادي الزمالك. ضربة حرة لصالح نادي الزمالك. ادي ممدوح ابراهيم حارس المرمى. وحيطة من لاعبي المنصورة. شايف انا محمد عبد الواحد هو اللي هيشوط رقم 23 من نادي الزمالك. محمد عبد الواحد داخل، وحلوة حلوة حلوة واحلى من ممدوح ابراهيم. حلوة حلوة محمد عبد الواحد والله، حطها حلوة قوي في المقص الشمال لمرمى ممدوح ابراهيم، ويتألق ممدوح ابراهيم ويتعملق في هذه الكرة، ويتحول الضربة الحرة الى ضربة ركنية. ادي ممدوح ابراهيم اهو، والضربة الركنية وعرضية وعلى الايمن البعيد، وتوصل تاني لبشير التبعي وصبري، والهدف الاول. الهدف الاول يا محمد يا صبري، حطها حلوة حلوة. هداف مفيش كلام، ولاعيب كويس ولاعيب موهوب، انما برجله اليمين موجهة يعني، حطها حلوة صعبة صعبة. هنشوفها تاني. ادي الضربة الحرة اللي طلعها ممدوح ابراهيم الحقيقة ببراعة، والضربة الركنية من محمد عبد الواحد، والتصليحة الحلوة من بشير التبعي، والقذيفة من صبري برجله اليمين على يمين ممدوح ابراهيم في الدقيقة 4، عشان يتقدم الزمالك بهدف جميل لمحمد صبري. هنشوفها تاني قدام حضراتكم. الضربة الركنية وقفت في دماغ هشام سعيد، تتصلح لبشير التابعي اهو بشماله، بشير لصبري حضن عليها ووسع لنفسه، وقذيفة صعبة جدا لبست بقى في وش رجل زي ما بيقولوا، وقذيفة حلوة حلوة يا محمد صبري. نتمنى انها تكون بداية كويسة ليك يا محمد صبري. اهي الكورة اهي، اهي لعيب موهوب مفيش كلام، وتمويه جسمه مش ممكن، صعبة جدا محدش يتوقعها ابدا، وخصوصا انها على يمينه، لانها اتحطت حلوة قوي، كان ممرجح جسمه كويس، وطى وش رجله هايل، وحطها بوش رجله حلوة على يمين ممدوح ابراهيم. هدف جميل لمحمد صبري. تاني على طول الحسن محمد، تماس بيرجع الوائل الاباني عبد الواحد السيد. اتمنى بقى نشوف ال 40 دقيقه جايين احسن من 45 دقيقه في الشوط الاول. نادي المنصوره والله كان مقدم الشوط الاول مباراه فنيه كويسه هجوما ودفاعا، وده احمد سالم وشوطه انما بعيده عن مرمى عبد الواحد السيد. كان مقدم بقول لحضراتكم الشوط الاول مباراه كويسه، يعني مش دفاعيه بحته، لا في توازن دفاعي هجومي. ادي احمد سالم اللي حط الكوره اللي فاتت ونجح في انهاء الشوط الاول بتعادل سلبي، انما في اول اربع دقائق محمد صبري يحط نادي الزمالك في المقدمه بهدف جميل. ضربه حره لصالح الحسن محمد من نادي الزمالك لبشير التبعي، هيلعبها اللي صلح الكوره الحلوه لصبري. بشير التعبي لعبد الحليم علي بدماغه لمحمد، لا عبد الواحد لابو العلا، ابو العلا محمد عبد الواحد لكمونه، محمد كمونه لوائل اباني. ده ما قروا فعلا يعني القرايه برضو للمدير الفني يا جماعه بتبقى حلوه وتبقى فيها تاثير ايجابي. يعني هو شاف ان الفريد موالي اوتو فيستر وحلم طولان واشرف قاسم واحمد رمزي جهاز الفني الزمالك، شافوا ان الفريد موالي هجوما مش هيبقى مؤثر، فعلى طول خرجوه في الشوط الاول ودفعوا بمحمد صبري سنتر فيرود، ونزلوا محمد ابو العلا ناحيه الشمال. ادي محمد صبري
وماشي محمد صبري وعايز يعدي وعدى كويس صبري. ايه انما برافو برافو صبري الشربيني ده والله. احمد ابو مصطفى ليبرو الفريق الاثنين شبه بعض. ادي الجون هنشوفه تاني مع مخرجنا ابراهيم مبارك والزملاء المصورين الحقيقه بيجيبوا لنا لقطات حلوه قوي من المدرجات. ادي بشير التابع اهو اهو ووش رجل محمد صبري. يا عيني يا عيني يا صبري. الركنيه لمحمد عبد الواحد ويطلع على طول دفاع نادي المنصوره. تاني على طول هجمه مرتده النادي المنصوره اهو هدف جميل لصبري. وتاني هجمه مرتده نادي المنصوره وضغط المنصوره واحمد سالم والعرضيه ويطلع بشير التبعي يلحق بشير التبعي في توقيت مناسب جدا وطلع الكره رامي التماس. كانت هجمه خطره وهو صعبه جدا. كان في ثلاثه من لعيبه المنصوره يعني من الزاويه دي برضو مغطيين الكره على او مدارين الكره على ممدوح ابراهيم. كمونه لصبري محمد صبري ويا عيني حطها حلوه لمحمد ابو العلا انما برافو مغطي احمد ابو مصطفى كويس. تاني على طول مفيش شك ان الاهداف واللعب الكتير بيدي ثقه للعيب مفيش كلام. محمد صبري لعيب كان غايب فتره لمشاكل مع الجهاز الفني قدر الجهاز الفني الحقيقه انه يوظفه صح وقدروا ان هم يتعاملوا معاه صح ورجعوه في ادي حسن مجاهد وجدي غزي رجعوه في صوره كويسه الحقيقه لجماهير نادي الزمالك. والعرضيه من حسن محمد نتمنى ان احنا ان صبري يستفيد من الدرس اللي فات. ادي صبري هو بيعمل واجب دفاعي. بقول لحضراتكم الاجوان بتفتح النفس يعني هو نفسه دلوقتي مفتوحه وياخد الكوره ويشوط ويرقص ويعمل اللي هو عايزه. ادي صبري قلنا مثلا من ساعه ما جه الجون من دقيقتين قلنا اسم صبري اربع خمس مرات. نمسك الخشب تاني محمد عبد الواحد والتصويبه من عبد الواحد يعني صوت بيعلم عبد الواحد قبل ما يحط رجله لان معروف ان تصويباته الحقيقه قويه ومؤثره فعلا. اهو ادي محمد عبد الواحد عدى كويس انما دي الكوره اللي اتحسبت ضربه حره وحطها هو حلوه وخرجها ممدوح ابراهيم ببراعه. بنشوفها تاني اهو حاجات حلوه الماتشات الماتش اهو يا عيني يا عيني حلوه ورشاقه ومرونه عاليه قوي من ممدوح ابراهيم الحقيقه. انما الجون يا ممدوح ما تقدرش تعمل فيه حاجه لا ما تقدرش تعمل فيه حاجه لازم المدافعين هنا بقى يبقوا مكثفين الوقفه. لعيبه المنصوره غلط على طول صبري بعيده قوي قوي عليك يا ممدوح يا ابراهيم وصعب. تاني محمد عبد الواحد لابو العلا مقطوعه بشير التابعي على الارض حلوه لمحمد عبد الواحد عايز يعدي وعدى كويس وماشي محمد ابو واحد تاخده منطقه جزاء وانما على طول مغطي مغطي على طول ليبرو احمد ابو مصطفى. برافو يا احمد كان عامل تغطيه كويسه مع عبد الواحد لكن البصيه غلط والحسن محمد وعملها لصبري وتصويبه من محمد صبري انما المره دي صبري فين بره المرمى. ادي محمد عبد الواحد هنشوفها تاني اهو عايز يعدي عبد الواحد احدى مهاراته الترقيص والتصويب ايضا. وادي مزاحمه ومشاركه ايجابيه من احمد ابو مصطفى ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه هي الاثنين مشتركين في الكوره هي ما فيش شنكله وما فيش تعمد الاثنين الحقيقه كتفهم في كتف بعض ما فيهاش حاجه. محمد مصطفى مش مستاهله يعني تتحسب. محمد مصطفى قراره سليم. احمد سالم على الارض لاحمد ممتاز. احمد ممتاز بيحطها لاشرف خميس حطها لاحمد ممتاز والعرضيه وبرافو برافو محمود محمود بيطلع كره في منطقه اهي هنشوفها تاني احمد ممتاز. ادي على طول تاني لعمرو زكي عمرو زكي لاحمد ممتاز وصفاره من محمد مصطفى ضربه حره لصالح نادي المنصوره. بدا نادي المنصوره يتوغل في اثنين من لعيبه المنصوره هينزلوا رقم 20 رجب محمود ومحمد رمضان وهو احد ناشئي نادي الزمالك. ادي رجب محمود اهو رقم 20 ده فيرود ومحمد رمضان فيرود يبقى فكر حسن مجاهد هنا يعني فكره هجومي عايز يخلص الاهداف. انا شايف خارج 10 دقائق اهو داخلين على الدقيقه 11 احمد فرغالي رقم 4 احمد فرغالي ونزل محمد رمضان
خارج سيد عامر اعتقد، سيد عامر فعلا، وهينزل رجب محمود والعرضيه والكره الضربه الحره من احمد سيد. التغيير كان بيتعمل والكره اتلعبت، معرفش لسه الراجل ما كانش خرج من الملعب. محمد مصطفى كان مدي ظهره للكوره، انما مشي محمد عبد الحليم علي، عبد الحليم علي لصبري، ماشي صبري وعايز يشوط انما حطها حلو لمحمد ابو العلا، ومحمد ابو العلا بيرجع ورا لاحمد كمال، واحمد كمال لمحمد ابو العلا، ماشي ابو العلا والعرضيه من ابو العلا حلوه وفايته توصل للحسن محمد وعايز يشوط ما شاطش، حطها على يمينه لمحمد عبد الواحد انما طويله. ادي علي بدوي حكمنا الرابع يجري التغيير، طلع سيد عامر ونزل رجب محمود. تاني على طول لعبت ضربة المرمى لأحمد أبو مصطفى، أدي أحمد صالح رقم 17 يجري الإحماء. تاني أشرف خميس يحطها لوليد أصلان، لأحمد ممتاز، لوليد أصلان، وليد أصلان عالي على حدود منطقة الجزاء بدماغه رجب محمود. أول ده محمد رمضان، ولحضراتكم أحد ناشئي نادي الزمالك محمد رمضان، انتقل الموسم قبل الماضي من ناشئي الزمالك إلى نادي المنصورة. رمي التماس للمنصورة، لعبت على طول لأشرف خميس وتصويبة حلوة حلوة، وعبد الواحد السيد ظابط زاويته لصبري كابتن تيم نادي الزمالك ومحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن. تاني على طول صابر الشربيني توصل لها أشرف خميس في نص الملعب، رجع دلوقتي أشرف خميس نص الملعب سنتر فراودة نادي المنصورة، بقى محمد رمضان ورجب محمود. أدي أحمد ممتاز، رجب محمود من الطرف ناحية الشمال، رجب حطها لأشرف خميس، أشرف خميس لأحمد ممتاز، تاني أحمد ممتاز عالية يطلع محمد كمون توصل لوليد أصلان ضاغط نادي المنصورة لأحمد سالم، والعرضية من أحمد سالم دخل منطقة الجزاء وبدماغه على طول، لكن توصل لكمونة والهجمة المرتدة نادي الزمالك إنما ما كملتش، أحمد سالم قاطع وتتبص مرتين غلط، توصل لمحمد عبد الواحد، ماشي عبد الواحد وعلى يمينه محمد صبري وحطها لمحمد صبري فعلا، وصبري عايز يعدل على الشمال والعرضية الناحية البعيدة إنما موقف مظبوط قوي صابر الشربيني ويطلع على طول توصل لمحمد كمونة. محمد كمونة بدأ ريتم المباراة بقى فيه سرعة شوية. الحسن محمد، الحسن محمد مقطوع، ادي الكرة اللي فاتت صابر الشيبين طلعها توصل لرجب محمود، ورجب محمود نوه بجسمه ومعاه محمود محمود توصل لوليد أصلان جهاز فني نادي الزمالك. طارق عبد العليم أيضا مدرب حراس مرمى، في جابر الجرايحي نادي المنصورة مدرب حراس مرمى أيضا، في ممدوح محمدي مدرب مع أشرف قاسم و احمد رمزي، ويطلع على طول دفاع نادي الزمالك توصل لهشام سعيد، هشام سعيد ناحيه اليمين لاحمد سالم اللي خد الجبهه اليمين مكان احمد فرغلي لمحمد رمضان وعايز يصلح رمضان، ونفس بقى الهدف اللي جابه اجا هو المهاجم النيجيري الخطير، تابع في كوره زي دي بالظبط في مباراه نيجيريا والسنغال، و احرز منها هدف من كره ميته، الكره اللي فاتت دي زيها بالظبط انما دي اتحسبت ضربه حره على محمد رمضان. ضربه حره لصالح نادي الزمالك، عبد الواحد السيد عاليه يطلع على طول دفاع نادي المنصوره توصل تاني على طول لصابر الشربيني يحطها لاشرف خميس بوش رجله ناحيه اليمين لمحمد رمضان، محمد رمضان ل أشرف خميس، إنما لما نزل أشرف خميس في نص الملعب شايف أنا أداؤه أحسن كتير من ما هو كان سنتر فيرود. يعني برضو تغيير تكتيكي كده لحسن مجاهد ووجدي غزي والحسيني كمال، الحقيقة برضو أشرف خميس تحرر من الرقابة ومهارته كويسة وحركته أخف في مركز نص الملعب اللي هو لاعب الارتكاز في نص الملعب، أحمد سالم اتطرف ناحية اليمين مكان أحمد فرغالي وأشرف خميس بقى في نص الملعب. اهو ده اشرف خميس، بصته بص بصته حلو قوي وشايف الملعب وكاشف كويس قوي. ناحيه الشمال لاحمد ممتاز،
احمد ممتاز لرجب محمود، وضربة حرة، ضربة حرة لصالح نادي المنصورة. هنشوفها تاني، هل هي جوه ولا بره؟ هنشوف. ادي الجماهير بتتابع، خرجنا عادل هلال برضو بيشاهد المباراة من المقصورة. ادي الكورة، هو كرة الشنكلة تبدو لينا هنا انها بره، انما هي الحقيقة برضو فيها شك كده ان هي تبقى جوه، انما ده قرار محمد مصطفى. ونشوفها تاني، نادي مستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك السابق، الحقيقه الراجل بيتابع برضو اللقاء كزملكاوي. المقصوره الرئيسيه في ايضا احمد فؤاد عامر كان مستشار قانون نادي الزمالك السابق. تاني على طول الضربة الحرة لصالح نادي المنصورة. ادي عبد الواحد السيد، ضربة حرة محمد رمضان رقم 10، هنشوف هيعمل ايه، هيلعب في الجون ولا هيلعبها بالعرض. في حيطة من 4 من نادي الزمالك ورمضان، وفي صفارة من محمد مصطفى لسه ما ادالوش الاذن. محمد رمضان عايز يلفها على شمال عبد الواحد السيد من هنا، يعني هي فيها صعوبة شوية. محمد لو سابها لأحمد ممتاز وعملها عرضية وفايتة، ويطلعوا في صفارة من محمد مصطفى، وشايف ايده في جيبه، وانذار لرقم 20 رجب محمود اللي لسه نازل، لسه نازل رجب محمود انذار. ده هدف محمد صابر اهو تاني، بتعاد قدام حضراتكم بيشير التابعي باصص كويس، والصبري موجهة حلوة، حلو منشن، يعني هو هنا صبري منشن فعلا. ضربة حرة لصالح نادي الزمالك، صالح اتلعبت على طول. تاني الهدف اتعاد قدام حضراتكم، ورمي التماس للمنصورة، انما المنصورة الشوط الثاني بعد الهدف الحقيقة نشط كتير جدا، ووصل لمرمى الزمالك اكتر من مرة. تغييرات حسن مجاهد عملت مفعول الحقيقة مع فريقه. الفائز من هذا اللقاء بفكر حضراتكم هيقابل نادي غزل المحلة، والفائز من لقاء البلدية والمقاولون النهاردة هيقابل غزل السويس. برضو خروج نادي الإسماعيلي كان مفاجأة لينا، نادي الإسماعيلي من الأندية الكبيرة واللي بتمتاز الحقيقة بحلاوة الكورة. كابتن محسن صالح جهد كبير واضح طبعا مع نادي الاسماعيلي، حقيقه برضو ما ننكرش هذا. احنا عايزين يا جماعه لما نيجي نتكلم على المدربين المصريين نتكلم عنهم كويس قوي، لان هم مدربين الحقيقه كويسين جدا ومؤهلين. ودي بينيه حلوه وتوقيت 10 على 10 واكثر من رائع يا عبد الواحد يا سيد. ادي تحيه، بص بقى البصر حلو قوي من عمرو زكي، بقول لحضراتكم لعيب كويس وتحرك احلى. بص بقى الراجل ده اللي هو مين بقى، اشرف خميس. تحركات لعيبه المنصوره في نص الملعب بقت اكتر من لعيبه الزمالك، بينيه حلوه ومغطي الاوفسايد محمود محمود، انما يا سلام عليك يا عبد الواحد يا سيد، توقيت اكثر من رائع. وادي حلم طولان على طول قايم يشد لعيبته، مش معنى انا كسبان 2-0 في المنصوره ان انا اتهاون هنا، ده كلامه للاعيبته يعني على لسان حلم طولان المدرب العام لنادي الزمالك. وادي حسن مجاهد الحقيقه تغييراته افادت تيم المنصوره الشوط الثاني، وتحركات عجبني اشرف خميس في مركز في نص الملعب اكتر منه في راس الحربه، لان هو في نص الملعب الحقيقه بيتحرك بيجي من ورا بيبقى في منتهى الخطوره، ولمساته حلوه. وادي الدقيقه 20 تقدم الزمالك بهدف جميل لمحمد صبري في الدقيقه 4 من الشوط الثاني. صبري الشربيني بكل ادب كده واحترام بيطلع الكوره لمحمود محمود. وائل الاباني، وائل الاباني اماميه طويله تقلش من على رجله وتبقى رامي التماس لصالح نادي المنصوره. المنصوره اكثر انتشارا من نادي الزمالك في الشوط الثاني بعد هدف الزمالك. الحسن محمد، الحسن محمد يحطها على طول لوائل الاباني.
وائل قباني مقطوعه تاني على طول يرجع، ما حدش يقدر يقول هو ده راجع لايه. ان تيم نادي الزمالك كسبان 2-0 في المنصوره وهنا كسبان 1-0، يعني تقريبا هو دلوقتي قاب قوسين او ادنى الى الدور قبل النهائي، فالعمليه بالنسبه له يعني يقول لك ايه، اخد المباراه دي باقل مجهود عشان اوفر للدور قبل النهائي مجهود، يوفر مجهود. ادي اشرف خميس احد نجوم الشوط الثاني بعد ما رجع في نص الملعب، اشرف خميس حطها رمضان رجب محمود، انما على طول قاطع وضاغط رقم 9 عمرو زكي، عمرو زكي لوليد اصلان، وليد اصلان على الارض لاحمد سالم، باص حلو قوي لاشرف خميس لاحمد سالم تاني، احمد سالم جنبه على اليمين محمد رمضان اداله، ورمضان عرضيه ولوحده هشام سعيد بكعب رجله عايز يحطها لعمرو زكي، انما تطول وتبقى في ايد عبد الواحد السيد. اوتوفيستر بنفسه قام طبعا بيتكلم مع لعيبته، شايف ان في اهو على طول مخرجنا ابراهيم مبارك والزملاء المصورين الحقيقه لقطوا لنا لقطه حلوه ليه اوتوفيستر، بيقول للمدافعين بتوعه اطلعوا عشان يقللوا المساحات على المنصوره ويبداوا يضغطوا على المنصوره في نص ملعبهم. محمد كمونه ماشي، كمونه على الارض لمحمد صبري، صبري لمحمد عبد الواحد، الحسن محمد، الحسن محمد، محمد عبد الواحد، يعني الجهاز الفني جهاز نادي الزمالك لو خد بطولة، نشوف الكرة دي صبري لو خد بطولة الكاس هذا الموسم، يعني نقدر نقول ان هذا الجهاز جهاز البطولات، لان السنة اللي فاتت واخد دوري وسوبر، والشوطة من التصوير من محمد ابو العلا، لسه ابو العلا بقى جاي من مالي كاس الامم الافريقيه بعيد عن المباريات، الكلام ده كله كان قبل ما يسافر بالظبط باسبوع كان مكسب نادي الزمالك هنا في الدوري العام، انما لسه راجع طبعا، البعد عن المباريات والملعب شيء بيبقى في منتهى الخطوره بالنسبه للاعب. قلت لحضراتكم جهاز نادي الزمالك الدوري الموسم الماضي والسوبر مع المحله والعرضيه من نادي المنصوره، وهذا الموسم متصدر البطوله حتى نهايه الدور الاول وحتى بدايه الدور الثاني، وقاب قوسين او ادنى من الوصول الى الدور قبل النهائي ليلاقي غزل المحله. وليد اصلان في اليمين لصابر الشربيني وماشي صابر، وعلى الارض لعمرو زكي، عمرو زكي نادي المنصوره بقى بيلعب في ثلاثه مهاجمين، عمرو زكي رقم 9 واشرف ومحمد رمضان اللي نزل هو ورمضان ورجب محمود، رجب محمود ومحمد رمضان وعمرو زكي الثلاثة فراوده. احمد صالح ما زال بيجري عمليه الاحماء ورا المدرجات ورا مرمى ممدوح ابراهيم، عاليه ومحمد صبري، عبد الحليم علي حطها حلوه لمحمد ابو العلا، ابو العلا عرضيه لعبد الحليم علي حلوه حلوه، والهدف الثاني، الهدف الثاني حلوه، انما اتعملت حلوه قوي قوي ما بين عبد الحليم علي ومحمد ابو العلا. بقول لحضراتكم بص محمد ابو العلا بقى كل ما بيجي يعني كل ما الوقت بيمر عليه، الوقت بيمر عليه في الملعب اهو، ادي عبد الحليم علي عملها بدماغه لمحمد ابو العلا وسبرنت حلو قوي، بص عبد الحليم علي بقى والاوفر باصص وحاطط وغمزه من عبد الحليم علي ويحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك، وهدف التاكيد وهدف اعتقد الصعود الى دور قبل النهائي لنادي الزمالك. اهو بص حضراتكم ابو العلا حاطط اوفر دواء، حلوه حلوه حلوه. في الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني اتعملت حلوة قوي قوي من ما بين محمد أبو العلا وعبد الحليم علي واتحطت كويس قوي، وآدي المقصورة الرئيسية اللي هو علاء مقلد كان في الصورة، وادي مستر اوتوفيستر اهو بيتكلم مع لعيبته،
والالتزام والجدية طبعا مطلوبين يا جماعة فيه، بالرغم ان انا كسبان هو على لسان حال مستر اوتوفيستر انا كسبان في المنصورة، انما مش معنى كده ان اجي اتهاون في استاد القاهرة، لا انا اكد هذا الفوز وهذا المكسب. وممدوح ابراهيم واقع على الارض، حارس مرمى ادي حسن مجاهد والحسيني كمال في الصورة. استعداد طبعا للدوري العام من حسن مجاهد، وادي والله الزملاء المصورين بيجيبوا لنا حاجات حلوه النهارده. وممدوح ابراهيم مع الدكتور اشرف شعلان طبيب نادي المنصوره. ده اللي كان في الصوره ده رمضان ابو صيام اللي هو عامل غرفة نادي الزمالك وخليفة عم محمد مليم، طبعا عارفينه كلنا عم محمد مليم الله يرحمه. أشهر عامل غرفة ملابس في مصر عم محمد مليم طبعا الله يرحمه. خرج على أيدي حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصري وعمر النور وسمير محمد علي و علي خليل، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الأفزاز الحقيقة اللي ما زالوا بيصولوا ويجولوا في ملاعب كرة القدم. ممدوح إبراهيم لسه، ممدوح إبراهيم لسه بيشوف هيقدر يكمل ولا إيه. حارس المرمى الاحتياطي لنادي المنصورة هو عثمان عطية. الكرة المشتركة اللي فاتت مع عبد الحليم علي وقع غلط على رجله وقام سليم ما فيهوش حاجة ممدوح إبراهيم، إنما لسه الدكتور أشرف شعلان بيحاول يطمن عليه. كل ده وقت محتسب بدل من ضايع. آدي حلم طلال بيتعالج مع ممدوح ابراهيم لسه خرج بره ممدوح، واعتقد انه هيجري التغيير الثالث والاخير لنادي المنصوره بنزول عثمان عطيه. عثمان عطيه حارس المرمى البديل لممدوح ابراهيم. لسه عثمان عطية نزل تقريبا وقع على رجله انكر رجله. ادي الكورة الهدف الحلو اللي اتعمل ما بين ابو العلا وعبد الحليم علي، وفي الصورة كده كادر لعبد الحليم علي محرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. على طول يتزحلق عمرو زكي معاه بشير التبعي، ياخد بشير التبعي ويلعبها لمحمد صبري، وصبري ماشي ماشي صبري يحطها لعبد الحليم علي، مفيش رايه عبد الحليم علي ماشي ماشي عبد الحليم علي وعايز يعدي عبد الحليم انما يقع وياخد لنادي المنصوره ضربه حره. تلعب لاحمد ممتاز واحمد ممتاز ماشي ماشي احمد ممتاز، احمد ممتاز حلوه لاحمد سالم، أحمد سالم لرجب محمود لهشام سعيد وليد أصلان، وليد أصلان ماشي وليد أصلان على الجنب لمحمد رمضان ما يلحقش محمد رمضان، تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. نص ساعة أعزائي المشاهدين من زمن أحداث الشوط الثاني، والتقدم أصبح للزمالك بهدفين لمحمد صبري في الدقيقة 4 وعبد الحليم علي في الدقيقة 26 من زمن الشوط الثاني. الحسن محمد لمحمد عبد الواحد، ادي ممدوح ابراهيم خارج قدام حضراتكم ماشي سليم الحمد لله ما فيهوش حاجة. الحسن محمد ثاني عايز يعدي الحسن محمد حطها لمحمد عبد الواحد وعبد الواحد ويشوط وتفقد قوتها والركنية لنادي الزمالك. في مجموعة جماهير هنا على شمال المقصورة
شايلين علم دولة فلسطين الحقيقة تضامنا مع الإخوة الفلسطينيين وأعلام الزمالك جنبيهم برضو في المحنة اللي بيمر بيها الفلسطينيين دلوقتي. دعواتنا الحقيقة للإخوة الفلسطينيين وأبطال الانتفاضة. الحسن محمد حطها على طول ليه عبد الواحد وشوطه حلوه وتقع من ايد عثمان، انما يمسكها على مرض اهو قدام حضراتكم ادي علم فلسطين. مخرجنا ابراهيم مبارك شكرا، والزملاء المصورين الحقيقه بيجيبوا لنا حاجات حلوه النهارده. ادي رجب محمود وتصويبه حلوه حلوه يا ولد، حلوه حلوه على شمال عبد الواحد وصعبه صعبه، انما في محاوله من عبد الواحد السيد، انما الحقيقه يعني الكوره كانت اسرع شويه. استقبلها كويس قوي رجب محمود واطلق قذيفه حلوه برجله الشمال، برجله الشمال ويدوب جنب القائم الشمال لمرمى عبد الواحد السيد. تاني على طول شاطت من عبد الواحد، عبد الحليم علي لوحده خالص استقبل الكوره كويس وحطها لمحمد عبد الواحد. محمد عبد الواحد ماشي، محمد عبد الواحد لاحمد كمال، احمد كمال لكمونه حلوه ناحيه الشمال لاحمد كمال، ودي اول زور لاحمد كمال انما يطلع على طول وليد اصلان لاشرف خميس مش مظبوطه، ده عمرو زكي، ده اشرف خميس فعلا اللي بص الكره اللي فاتت. التماس لنادي الزمالك تاني على طول رامي التماس لصالح نادي الزمالك. محمد كمونة لعبت عند محمد صبري وصبري مطلع حلو قوي احمد كمال، والعرضيه من كمال وحلوه، والهدف الثالث عبد الحليم علي مستنيها عبد الحليم علي وحطها حلوه، انما برافو يا احمد يا كمال اوفر حلو قوي 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 ملعوب عبد الحليم علي. وفي الدقيقة 32 عبد الحليم علي أيضا الهدف الثاني له والثالث لنادي الزمالك. إيه كان فين الكلام ده يا جماعة الشوط الأول؟ كان فين الكلام ده؟ أدي عبد الحليم علي أوفر حلو قوي من أحمد كمال ولوحده خالص غير مراقب بالمرة وبمنتهى السهولة من الوضع طائرا يحرز الهدف الثالث لنادي الزمالك. وتعبير عن الفرحة ما بين عبد الحليم علي ومحمود محمود. احمد سالم ادي جماهير نادي الزمالك تتابع اللقاء. تاني على طول اشرف خميس، اشرف خميس على الارض لعمرو زكي، عمرو زكي وتصويبه حلوه انما بعيده عن القائم الايسر لمرمى عبد الواحد السيد. جماهير بتتابع اللقاء طبعا من المقصورة الأمامية فرحانين طبعا، يعني صعود نادي الزمالك إلى الدور قبل النهائي هيلاقي غزل المحلة. محمد أبو العلا عالية، أحمد سالم أمامية حلوة لرجب محمود إنما برافو بشير التابعي لأحمد ممتاز، أحمد ممتاز لعمرو زكي مع الحسن محمد حلوة بكعب رجله يا ولد يا لعيب، إنما ياخد ضربة حرة اتلعبت على طول عند محمد كمونة. محمد كمونة على الأرض لأبو العلا استقبلها كويس قوي أبو العلا وحطها حلوة لمحمد كمونة لصبري، وهنعمل بقى فاصل كعوب كده لعيبة الزمالك إنما تضيع الكورة كالعادة طبعا آفة الكرة المصرية، أما لعيب بتبقى واثقة من المكسب بتعمل يعني حاجات شو كده لنفسها، الكلام ده مش موجود غير عندنا بس. محمد عبد الواحد أدي الزميل المخرج عادل هلال بيتابع اللقاء من المدرجات، ومحمد كمونة وتصويبة حلوة إنما عالية شوية.
الثاني على طول وليد اصلان، ادي اوتو فيستر مع اشرف قاسم طبعا، واحمد رمزي بقى ايه سند ظهره كده مستريح طبعا. يعني لو تفتكروا على الشوط الاول لما انتهى 0-0 في اللقطه الاخيره اللي انفرد عمرو زكي بيها، كان الانفعال على وجه احمد رمزي وحلمي طولان ازاي. دلوقتي بقى خلاص 3-0، العمليه بقت مستريحه شويه، فبدا احمد رمزي بقى ياخد راحته كده في القعده. احمد رمزي طبعا من نجوم نادي الزمالك الحقيقه، ونجوم منتخبنا القومي وجيل 90 الجميل اللي شرفنا في كاس العالم 90 بالوصول الى كاس العالم 90. واشرف قاسم ايضا مع ممدوح محمدي الجهاز الفني، واهو بص اللقطه ايه متشكلين يا زميل ابراهيم، اهي بالظبط ده الكلام. بص بقى الانفعال هنا خالص غير الكلام اللي بيحصل دلوقتي من الجهاز الفني نادي الزمالك، ولو ان والله حلمي طولان برضه واقف بيوجه لاعيبته لغايه دلوقتي مفيش هزار. عاليه محمود بيفوتها بناء على توجيهات من وائل الاباني، الكلام ده كله ما بنسمعوش انما بيبقى باين قدام حضراتكم. تاني على طول انما ياخد ضربه حره بيشيل التابعي يحطها حلوه لعبد الحليم علي. عبد الحليم علي ماشي عبد الحليم علي وعدى كويس، نفسه اتفتحت الراجل عبد الحليم علي والعرضيه وبيستعدلها صبري انها توصل لمحمد عبد الواحد، يطلع على طول صبري الشربيني توصل لكمونه، ماشي كمونه وهيشوط وشوطه عاليه كمونه تبقى ضربه مرمى لصالح نادي المنصوره. ادي الجهاز الفني الناحيه الثانيه ايضا، كابتن وجدي غزي وكابتن حسن مجاهد المدير الفني، كابتن وجدي غزي والحسيني كمال وجابر الجرايحي مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد الواحد حطها حلوه لعبد الحليم علي، وعبد الحليم علي لصبري وصبري لعلي تاني وعايز بالشمال بقى مره واحده انما تقلش، لكن يطلع ياخدها تاني وعلى طول الحكم بيقول ما فيهاش حاجه، على طول على الارض لاشرف خميس، اشرف خميس لعمرو زكي، وعمرو زكي الاثنين الفرادة بتوع المنصوره اللي كانوا في الشوط الاول بيلعبوا في نص الملعب الاثنين هم اشرف خميس وعمرو زكي، بيلعب مكانهم محمد رمضان ورجب محمود، ودي شوطه من احمد سالم انما ضعيفه في ايد عبد الواحد السيد. ادي الكوره اللي فاتت ما فيهاش حاجه اهي للحليم علي، الحاجات دي ممكن تخش على حكام كتير. تاني على طول ناحيه اليمين رجب محمود عدى كويس من ناحيه اليمين انما قاطع برافو احمد كمال، توصل الكره لاحمد سالم، احمد سالم داخلين على الدقيقه 39 لعمرو زكي هيلحق عمرو حطها بالعرض حلوه، وبرافو عبد الواحد السيد، برافو عبد الواحد السيد طلع الحسن محمد تاني، وكره اماميه وليد اصلان وصبري، وليد اصلان يقطع حطها لاحمد ابو مصطفى، لوليد اصلان لاحمد ممتاز عدى كويس ممتاز وماشي لاشرف خميس مقطوعه من محمود تاني وائل الاباني، وائل الاباني لمحمد كمونه، وبدا نادي المنصوره بيعمل مسار التسلل اهو دقيقه 39 داخلين على الدقيقه 40 اعزائي المشاهدين، والتقدم للزمالك بثلاث اهداف لصبري وهدفين لعبد الحليم علي. تاني على طول هشام سعيد بيصعد داخل منطقه الجزاء، يطلع الحسن محمد مغطي وفي رايه من محمد عيد وصفاره من محمد مصطفى. ادي خالد الغندور، الجماهير بتقول بندق، ده لقب خالد الغندور ليه ما عند جماهير الزمالك. تاني عالية من عثمان، ادي احمد صالح هو اللي هيستعد عشان ينزل، احمد صالح احمد صالح بيستعد عشان ينزل، وخالد الغندور الجماهير بتنادي عليه،
وعبد الحليم علي مع الكرة. ادي خادر غندور وشايف انا الدكتور عبد الله جورج وزول فقار الجمل في لاعب من نادي الزمالك واقع على الارض. وادي الهدف الثالث لعبد الحليم علي، نزل في الارض زول فقار الجمل ودكتور عبد الله جورج طبيب نادي الزمالك. في لاعب من نادي الزمالك واقع على الارض. وادي الهدف الحلو، اوفر حلو قوي من احمد كمال لاعب الزمالك الصاعد والمقاد افريقيا على فكره، نادي الزمالك ايده افريقيا احمد كمال لمستواه الطيب، وفعلا النهارده بيثبت ان هو لعيب كويس. داش بشير التبعي، بشير التبعي هو اللي واقع على الارض، ان شاء الله سليم يقوم يكمل. وايضا لاعب المنصوره اشرف خميس واقع على الارض ايضا، ان شاء الله سليم ويكملوا اللقاء. الدقيقه 42 اعزائي المشاهدين، 3-0 نادي الزمالك. احمد صالح بعد ما ادي الكره المشتركه اللي بتعور فيها بشير التبعي واشرف خميس، فعلا مش قاصدين طبعا، بشير بيطلع واشرف خميس بيحاول يشوط انما خبطوا في بعض، انها ان شاء الله سلام الاثنين وهيكملوا اللقاء. واحمد صالح هينزل، هنشوف اعتقد مكان الحسن محمد، هنشوف مين هيخرج. ادي الكابتن علي بدوي كان الرابع، فعلا الحسن محمد هيخرج وهينزل احمد صالح. هشام سعيد بيلعب الكرة امامية الوائل الاباني ليبرو نادي الزمالك. عبد الواحد السيدي ياخد من الاباني، شاط عبد الواحد، مفيش حد من فرادة نادي الزمالك مكمل، ابو العيلة مكمل في متاخر، انما يرجع على طول احمد ابو مصطفى لعثمان عطيه، عثمان عطيه لهشام سعيد، هشام سعيد ماشي يحطها لاحمد سالم، احمد سالم لاشرف خميس، اشرف خميس ماشي. مقطوعة من رجب محمود توصل على طول لمحمد عبد الواحد، ماشي محمد عبد الواحد، ماشي محمد ويحطها على الأرض الكمونة، وكمونة ناحية الشمال عند أبو العلا، أبو العلا لكمونة تاني، وماشي كمونة وحطها على حدود منطقة الجزاء لمحمد صبري، وصبري عايز يعدي، مقطوعة ياخد على طول تيم المنصورة يحطها لعمرو زكي، عمرو زكي رقم 9 بيعدي، بيعدي عمرو وفتح له ناحيه اليمين احمد سالم، حط له فعلا في مساحه حلوه ناحيه اليمين، ماشي احمد سالم طالع له رجب محمود اداله فعلا، ورجب وهيعمل عرضيه بقى رجب، والعرضيه من رجب حلوه حلوه واحلى يا وائل يا اباني، لو فاتت كانت هتلاقي راس احمد ممتاز، ما فيهاش هزار. وائل اباني الكره دي لو فاتت اهي، بص بقى حضراتكم ادي احمد ممتاز فين، وائل اباني يمكن خدها من على دماغ، نعيدها تاني اهو، اهو بص بقى دماغ احمد ممتاز رقم 23، يا سلام عليك يا وائل اهي، واضح تماما، شكرا مخرجنا ابراهيم مبارك الحقيقه. وادي الكره العرضيه يطلع على طول محمد ابو العلا لابو العلا لابو العلا، ماشي ابو العلا وحطها الناحيه الثانيه انما مقطوعه، داخلين على الدقيقه الاخيره من احداث الشوط الثاني من لقاء الزمالك والمنصوره. واشرف خميس عرضيه لرجب محمود انما على طول مغطي، وعبد الواحد كده محمد ابو واحد بيقطع بترقيصه حلوه بيحطها لاحمد صالح، احمد صالح لصبري، لاحمد صالح عايز يعدي صالح مقطوعه، احمد ممتاز بيحطها لعمرو زكي انما بشير التبعي عاليه وطويله توصل الكوره على طول لعبد الحليم علي، وعبد الحليم علي يحط الكرة لابو العلا لعبد الحليم علي تاني، هجمة منظمة نادي الزمالك، وعبد الحليم عاد يشوط يحطها لكمونة، وبينية حلوة لصبري انما عثمان عطية، برافو يا عثمان، لاعب ناشئ من ناشئي نادي المنصورة حارس المرمى، دخل مرمى هدف واحد انما هجمة مرتدة نادي المنصورة، عمرو زكي ماشي عمرو،
وعدى كويس والشرطه، انما جسمه ما كانش معدول، كان جسمه لورا ورجله الثابته بعيده عن الرجل المتحركه، على طول الكره طلعت بهذا الشكل. نلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، 4 دقائق، اعلنهم كابتن علي بدوي حكمنا الرابع باشاره من محمد مصطفى حكم اللقاء. تفتكروا حضراتكم الدقائق اللي وقع فيها ممدوح ابراهيم حارس مرمى المنصوره واتغير، كان وقت فعلا طويل. تاني ضربه حره لصالح المنصوره. لعبت على طول لهشام سعيد، شكله كده عايز يشوط وشاط شوطه انما بعيده عن مرمى عبد الواحد السيد. ضربه مرمى لصالح الزمالك. وعاليه من عبد الواحد السيد لعبد الحليم علي، يتزق فعلا عبد الحليم. ياخد ضربة حرة لصالح نادي الزمالك، واقع على الأرض عبد الحليم علي. ادي تشاور ما بين أوتو فيستر وحلمي طولان. شايف أنا حركات كده حلمي طولان، حركات الكلام، طريقة كلامه بيقوله حسام عبد المنعم، يعني أعتقد إن هو بيتفق على تدريب الغد أو باكر. اللعيبه اللي ما شاركتش النهارده، حسام عبد المنعم في البدلاء ولم يشارك. ادي الحسن محمد وخالد الغندور اهو عائد من الاصابه، خالد نفسه يشارك طبعا، الجهاز الفني بيحاول ان هو يحافظ عليه طبعا، لان هو لو شارك في لقاء يعني بدري عن ميعاده ممكن جدا يتعرض للاصابه مره اخرى. ادي حسام عبد المنعم في البدلاء ومتر عبد الهادي اتغير، وائل زنجا، وادي عصام حامد ناشئ نادي الزمالك. وادي احمد رمزي وطارق عبد العليم لعبوا مع بعض هم واشرف قاسم، ثلاثة لعبوا مع بعض. ادي حلمي طولان طبعا سابق الجيل اشرف قاسم واحمد رمزي، حلمي طولان جيل حسن شحاته وفاروق جعفر و علي خليل وابراهيم يوسف، مجموعه اللعيبه الافزاز اللي جم نادي الزمالك جيل السبعينات. حلمي طولان وادي وجدي غزي، جيل طبعا جميل لنادي المنصوره، احمد شاكر وبدير وسعد صليط والشال، مجموعه كبيره جدا معاهم وجدي غزي، جيل الذهبي لنادي المنصوره. وسطوحي الاستاذ سطوحي طبعا حارس مرمى المنصورة. تاني على طول ناحية اليمين لصابر الشربيني، أمامية قاطع لمحمود محمود توصل لأبو العلا، محمد أبو العلا وماشي أبو العلا وعايز يلعبها ناحية الشمال عند صبري، وصبري استلم بترقيصة ومشى اللاعب، برافو محمد مصطفى، كرة مع نادي الزمالك، حطها لأحمد صالح وأحمد صالح ماشي، والعرضية توصل لعبد الحليم علي صلاح الكمونة، انما في اعتماد مع محمد ابو العلا، على قصدي محمد عبد الواحد وكمونة اتلخبطوا الاثنين، رجعت الكرة لوائل الاباني ويتصفر الحكم الدولي كابتن محمد مصطفى، يعلن انتهاء الشوط الثاني والمباراة، يعلن صعود نادي الزمالك الى الدور قبل النهائي ليلاقي نادي غزل المحلة في مباراة ذهاب وإياب. ألف مبروك نادي الزمالك. بتعيب في أخوك يا لقا، مش عايز أغلط وأبوع، صوتك نساز وشكلك واقع من على السطوح. مطرب لما غني بتنقط بالدولار، لكن انت لو تغني بيرشوا عليك سولار، بيرشوا عليك سولار. ايه ما باكلش من القوانطه ولا برقص عن سلالم، ما توقعنيش ورطه.